دابا تعالوا نبارطاجي معكم هذا الخير. تبارك الله ما شاء الله، شوفوا يا سلام يا سلام. يلا زيد اختي، بسم الله. كنقدم لكم الطبزيل، كنقدم لكم الطبق ديال الخبز. دابا البنات غادي نوريكم المقادير. المهم هنا عندي الملحه، البزار، سكينجبير، التحميره والخرطوم البلدي. بحال تقولوا قياسكم ديال الملحه، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه كبيره ممسوحه ديال السكينجبير، معلقه كبيره ممسوحه ديال هذا قلتي ديال التحميره، ومعلقه صغيره عامره ديال الكركم، والثومه هنايا ديروا قياس الثومه اللي بغيتوا. انا كتعجبني الثومه، علاش؟ لان ما غاديش نديروا فيه، ما كيداش فيه البصله. عندي واحد القبطه ديال القزبر والمعدنوس، ها هي مشله مزيان. عندي خليط ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه. هنايا عندي هذا الزبيب، ها هو درته هنايا باش يتنفخ، خويت عليه الماء من هنا يتغسل ومن هنا يتنفخ. وهنايا عندي الحمص، وهنا عندي واحد جوج رجلين. البنات فاش تبغاو تقداو الكرعين خذوهم يكونوا ديال العجل، وخذوهم يكونوا ديال الجهه اللورانيه، ما يكونوش ديال الجهه الاماميه ديال العجل، صافي؟ لان ما كيبغيوش يطيبوا، وهذا من الاحسن الرجلين ديال الجهه اللورانيه، صافي. يلا دابا بسم الله غادي ساهلين. راه كنت بارطاجيت معكم غير ديك المره درتو معاهم بهربل، ودابا غادي نديرهم بلا هربل. دابا كيف ما كتشوفوا كناخذ الكرع، غادي ناخذ العطريه كلها غنسيبها بحال هكا. راه اسهل الطياب هو الكرعين، هو الكرعين. غادي ناخذ سميتو الثومه، الثومه الحمص ماشي دابا، غناخذ الثومه غندير زويته مخلطه ما بين الزيت البلدي والزيت الروميه. هنا غندير شويه السمن باش يقطعي الا منجيب السمن، والثومه ماشي الثومه، السمن ويلي ويلي والسمن. دابا هذا غادي نخليه، القزبر والمعدنوس غنخليه ما غنديروش، ما غنديرش الحمص، ما غنديرش الزبيب. غادي ناخذ الماء اللي غليته وغادي نخويك فوق من كل شيء، لان الكرعين البنات راهم ما كيتقلاوش. كندير القياس ديالي لان عارفه الكوكوب ديالي، كل واحد عارف كوكوبته كيفاش دايره. بحال هكا نتوما شوفوا شحال رويت، درت الماء غليان وصافي. وغادي نسد ياكو، وغادي نقص العافيه ونخليه يطيب. هاد الوقيته يطيب بواحد نسبه 75%، يعني اكثر من النص، يعني يبقى ليه تقريبا نقولوا واحد 10 دقائق باش يكمل عاد، باش غادي نسيبوا داكشي لاخر. يلا نتلاقاو من هنا لواحد نقولوا واحد نص ساعه، حيت راهم اصلا هادو رجيلات صغار يعني ماشي تين. فتين. يلا نتلاقاو من بعد، باي باي. شوني ويلا تندير لهم طق. دابا البنات ملي حليت عليه لقيت بان دخلوا الطياب، يعني دخلوا الطياب واحد النسبه ديال نقول واحد 70% 75%، بغيتي نزيد شويه العافيه. غادي نضيف دابا الحمص، مع تجاب هذيك ديال قولوا نتوما البزار، هذيك الحبه ديال البزار نفخات وكبرات. وغادي نضيف الزبيب، وغادي نضيف هاد الربطه ديال القزبر والمعدنوس. كنخليهم في هاد المرحله، هادي هما الاخرين، هاد القزبر والمعدنوس كنخليه في هاد المرحله باش كيطلق داك الجهد ديالو. اما الا درتو من الاول غيطلق الجهد ديالو، ما غاديش يبقى حتى البنه ديالو ما غتبقاش، خليه هو الاخير باش كتطلق الجهد ديالو. ويعني كيعطيكم البنه اكثر وصافي. اما بالنسبه للحمص راه طياب، راه دغيا لانه مرقد وكان في الكونجيلاتور، غير هو ماما رقداتو، رقدات معاه حتى حبه ديال البزار، هذيك راه حبه ديال البزار البنات، راه ماشي شي حاجه اخرى. صافي اخوتي هادشي اللي كاين. دابا انا غادي نسد، سمحوا لينا على هاد الروينه، غادي نسد
غادي ندوز دابا ان شاء الله. شوفوا الخبز، راه جبت هذاك الخبز ديال المرجان، ما كاينش الوقت. دائما فاش كيكون عندنا الوقت كنبقاو نتفكروا شنو غنديروا شنو غنديروا. البنات الواحد يتفكر، الا عندك شي عدس ترقديه، الا عندك شي حمص ترقديه، يعني كترجعي ليه كتلقايه. دابا انا شنو وقع ليا، خديت الحمص راه عندنا في الفريغو، وانا كنت باغا نمشي نشريه مرقد. عاد قالت لي ماما انا راه رقدت واحد شويه الحمص ودرته في الفريغو، وانا نقول لها جي مشيت للمرجان اللهم ناخذو نقيه ونرقدو، يبقى لي في الفريغو ما غاديش ندم عليه. البنات دابا ملي كيطيب الكرعين قبل ما ينشف لينا غادي نديرو العسل. هنا انا غادي نستعمل هذا العسل ديال البنات العسل ديال التارغانت ياتوين، هذا عسل حر ديال الليمون. غادي من بعد نبارطاجي معكم اشنو وصلني من عندها، هو اللي غادي نديرو. اصلا راه العسل اللي سقطت ليا كله تقيضه، هذا البنات راه عسل حر 100% ومذاق رائع واعر في الفطور غزال. غنزيدني مع الكفره، العسل حر ما عندنا ماشي خاف. هذا غادي يعلق ليا الكرعين وغادي يجيو لذاد لذاد، واصلا عرفتوا راه من دابا شوفوا المذاق ديال هنا باش تشوفوا. شوفوا البنات الكرعين راهم بداو كيتعلقوا، خليهم شويه ينشفوا بما قادين الطبله وداكشي كنحطو نتغداو ونتلاقى معكم ان شاء الله قرب البنات شويه من طبق بقات ماشي هيناكم اللي كتوهم سمح لينا. دابا تعالوا نبارطاجي معكم هذا الخير، تبارك الله ما شاء الله. شوفوا يا سلام يا سلام، يا الله زيد اختي بسم الله. كنقدم لكم الطبزيل، كنقدم لكم الطبق ديال الخبز، كنقدم لكم الهرقمه ما شاء الله الهرقمه حال هذا الشكل. هذا انا قلت ليه يقطعهم ليا دايرين، ما يقطعهمش ليا مصاص باش الحطه كيجيو زوينين. انا جيت لهنايا باش يشوفوا الناس مزيان. يا بسم الله درتي ديك الربيعات؟ اين الربيع؟ القبيطه ديال الربيع درتها. زوين. شوفوا هذاك الزبيب اللي درنا البنات، شفتوا كيتنفخ ويطيب، كيتنفخ. هذا راه زوين، هذا الكحل. هذيك القطه ديال الربيع ها هي تخليوها. حيدنا ديك القطه ديال الربيع. هادشي كيبانتي شحي، كاين اللي كيدير اللوبيا وهاد الحمص زقه كيجي زوين، كيجيو زوينين بنان. تنسالي ونمسح الطبسيل من الجناب وما شهيتكم سمحوا لينا اللي تشهى يسمح لينا. شوفوا انا اللي كيعجبني داك المخيخ اللي كيكون هنا، ها هو داخل. ها هو ها هو داك المخيخ اللي كيكون في سميتها. يا سلام. صافي نقاد الطبسيل نحطو مزيان وانا معاكم. غادي ندير شويه ديال الربا. انتي فرحانه إلهام لان بغات تاكل الكرعين؟ بيان سور. عرفتي شحال هادي ما كليتو؟ ماما معايا نتوما خوتي، شهوه منهم شهوه الشهوات. شهيناكم يا الله سيري على الله. غادي نذوق معاكم هاد الشكل. هذا ناخذ هادي بسم الله. ودابا البنات حنا يلا تغدينا ووصلاتنا السلعه، لحقاش كنكومونديو كيجيبوا ليا بالنص بالنص. دابا ها نتوما كيف ما كتشوفوا، جاني البيستاش، جاني العدس، جاني هذا سميتو، جاني النوازيط، وجاني هذا اللوز. قالت لي الا ما رانحلوا عز على تحل الكراطن، قالت لي نحلوا زعما نشوفوا السلعه ونطلعوا عليها ونعرفوا داكشي
اللي وصلنا. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، هذه المره ان شاء الله غادي تكون كميه كثيره ديال السلعه، لحقاش كان الاقبال اخر مره على الحسن الفيلاليه، حيت كنعرفك حيت غادي نجمعوا. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله ما شاء الله. كما قلت لكم البنات، هذا البيستاش، وهذا القرقاع، وهذا اللوز، وهذا البندق او النوازيت، هذا العدس، والهيها كاين جنجلان. دابا هاد الشيء باقى السلعه تقريبا، راه باقى شي 20 ديال المقادير اللي باقى ما وصلاتش، من بينهم الكاجو. انا كنوريكم المواد الاساسيه اللي كنصاوب بهم الحسن الفيلاليه ديالي. الناس اللي كيسولوني علاش كتصلاح، كتصلاح الفقر الدم بالنسبه للناس اللي من 4 سنين والفوق، يعني حتى الوليدات كياكلوها. بالنسبه للبومزوي، بالنسبه لجرثومات المعده، ها هي الها منيت راه بدات كتبعها، راه قالت لي راني ارتحيت عليها الحمد لله، وانا براسي راه متبعاها. ها نتوما شوفوا، ها انت هذا راه قرعتي انا، هذه خديت هذيك السيمانه، نتوما شوفوا مازال غفلت عليها واحد يومين ما كليتهاش، ولكن ماشي مشكل، ما كت... واخا تحبسي ماكلتها ما كيوقع لك والو. دابا هذه قرعتي، ملي غادي ندير الجديد كنحيد قرعتي ضروري، انا عندي مره في السيمانه كنحيد قرعتي. الهام حتى هي خليت ليها الحسن الفيلاليه ديالها، خداتها قالت لي نحمد ربي هاد الساعه، ملي كنبداو نخلطو تنبقى ندوق، كتبقى تدوق. المهم قالت لي راني لقيت عليها راحتي الحمد لله والشكر لله. وقلت لكم كتصلاح الناس اللي ما تيكونش عندهم لينيرجي اولا المجهود، وما كيقدروش يفيقوا الصباح وهما ناشطين، كتنشط مزيان. انا كناخذها على حسب انها تنشطني الصباح، على حسب فقر الدم كناخذها كمكمل غذائي ماشي باش تغلظني. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، وان شاء الله اللي دوزات الكوموند الاولى راهم غادي يعني يتواصلوا مع ساره، حيت بزاف ديال الناس يعني بزاف ديال الناس تيقولوا لي، تيسولوني على المنافع ديال الحسن الفيلاليه، وتيسولوني كيفاش بغينا نتقداو. وراه دائما كنحط لكم النمره ديال ساره، وغادي نخليها لكم حتى هنا، ها هي خذوها من هنايا من الفيديو، وتواصلوا مع ساره، لان ان شاء الله غادي تكون بروموسيون. وحنا دابا يلا غادي نبداو نخدموا الحسن الفيلاليه ديالنا، راها يعني من هنا النهار اليوم اش اليوم ان شاء الله الخميس، الخميس حيت البارح والبارح صوبنا شويه دفعناه، ودابا بدينا عاوتاني في الجديد. الا بغيتو تكومونديو باش تاخذوا تحسبوا من البروموسيون مرحبا بكم. بالنسبه للبروموسيون راه الباك ولا ب 500 درهم، ما بقاش ب 550 درهم، يعني الباك هو جوج قراعي ديال الحساب الفيلاليه، تقدروا تختاروا معاه اما ساشي ديال التبريمه بالعكر الفاسي الحر، او لا الزيت ديال الشعر اللي وقف تساقط الشعر، يعني حاجه وحده. كيبقاو لكم ب 500 درهم ولا ليفريزون غراتويت، ما تخلصي حتى شي حاجه، يعني الناس ديال المغرب، كنهضرش على الناس ديال اوروبا، الناس ديال اوروبا راه كتخلصوا 200 درهم لاجونس ديال اللي كتوصل لكم، ماشي حنا. اما حنا راه حنا يعني فابور. من هنايا من هذا المنبر بغيت نقول للبنات عفاكم، بالنسبه للناس اللي كيكومونديو وكيخليو السيد تيعيط ليهم وما كيجاوبوش، راه حشومه هادشي اللي كديرو، راه السيد هو اللي كيتاذى. حنا راه ما كنتاذاوش لان سلعتنا ما بقاتش، وكيف ما شفتوا راها ما بقاتش. الناس اللي مساكن دايرين الماطر ديالهم وخدامين بهم، وعندهم مسكين على 50 درهم كيمشي يعمرها كيدير ليها كيدير ليسانس وكيدور على الناس باش يبيع ليه باش يوصل ليهم، مسكين راه كيكون حتى هو معول على هذوك الفلوس ديال لا ليفريزون ديالو. يعني ملي كتجي وتقطعي عليه التليفون اولا كتفلاي، وهو مسكين راه كيقول حسبي الله ونعم الوكيل. وها نتوما اللي يعني بالنسبه لدوك الفئه اللي كيديروا هذا المنظر هذا، راه حشومه. ولا بغيتوا تديو الذنوب دبروا ريوسكم، راه عواشر هادي. اما الناس اللي بعقلهم تبارك الله اللي خدامين معنا، اللي يعني كيتقداو من عندنا من نهار بدينا، هذوك بعقلهم كتوصل لهم لا كوموند كتجي في الوقيته ديالهم كياخذوها وكيخلصوا البرودوي وكياخذوها. الناس اللي كتفلا راكم كتفلاوها على ريوسكم وكتديو الذنوب، هادشي اللي غنقول لكم. دوزوا عند ساره ان شاء الله، وهي غادي تدوز لكم لا كوموند ديالكم. بالنسبه للحسن الفيلاليه بلاصه 300 درهم فقط 250 درهم، بديل التحاميل بلاصه 400 درهم فقط 350 درهم، ولا لا ليفريزون غراتويت المغرب كامل. وشكرا على المتابعه. وهانتوما نقول لكم واحد الحاجه، احسن لحسه فيلاليه تقدري تاكليها هي ديالتنا حنا،
الحمد لله. ماشي كنقول زعما الاخرين خايبين، كل واحد كيدير خدمته، ولكن انا متاكده من راسي شنو كندير. كنجيب الحاجه الاوريجينال الاصليه، المقادير ديال تحميره الوجه، ما كنديرش لكم الموز صغاريت، ما كنديرش لكم الفاني ديال فورماسيان ونعطيكم باش تنفخوا، داكشي فيه التقليد. كندير داكشي ديال الـ يعني خدمه معقوله. وحتى الا قطعتي الحسه الفلاليه ديالنا وكملتيها ووصلتي لهذيك النتيجه اللي بغيتي، راه نهائيا ما كترجعيش كي كنتي. صافي، هادشي اللي كان اخوتي، والسلام عليكم.